أكو أب دا يمشي مع ابنه، دا يمشون بالطريق فشافوا أكو حقل، وبالحقل أكو عمال، وذول العمال تكرمون نازعين مدسهم وداخلين للحقل يعملون حفات. فالابن ايش قال له لأبوه؟ قال له خلي أجي أسرق مداس هذا شوية، أريد أضحك عليا الشاقة وياه، خلي أسرق مداسه أريد أشوف ردة فعله شنو. قال له أنت تبحث عن ردة فعله هذا الأب، شوف شوف دور الأب بالتربية. قال له بلي. قال له أنا راح أنطيك شغلة أفضل، وأيضا راح أضحكك وتفرحك، وبنفس الوقت أنت تنال هدفك اللي تريده. قال له شنو؟ قال له خذ هذا الدينار ضحه في مداسه، خليه بمداس هذا الفلاح، خنشوف شنو ردة فعله. خلى الدينار في مداس الفلاح، وختلوا هم ورا شجرة شيء يراقبون. هذا فعلا من اجى كمل العمل بالحقيل، اجى يلبس، راد يلبس مداسه، باوع واذا دينار تغرغرت عيناه بالدموع، سجد رفع رأسه من السجود، قال له إلهي لك الحمد والشكر، سألتك أنا صباحا أن ترزقني زوجتي مريضة وأنا ما عندي أموال أوديها للطبيب، أنا أشكرك ربي استجابيت لدعائي ودزيت لي هالدينار. هذا الابن دي باوع. الأب قال له شفت؟ قال له بلي. قال له الله عز وجل أجرى على يدك رزقا لإنسان آخر. الله، هؤلاء هم المرحومون اللي يصيرون موضع لقضاء حاجة الآخرين.